المجتمع البدوي بعاداته بتقاليده بأكله بشربه. فين بقى؟ في قلب القاهرة. احنا هنا في محمية الغابة المتحجرة. في المكان ده كان فيه غابات ممتدة من أول طريق السويس حتى الفيوم، كان كلها عبارة عن غابات كثيفة. فتخيل المكان ده 35 مليون سنة كان غابات كثيفة زي الأمازون. إيكو إيجيبت عموماً بتتكلم على 13 محمية بتحاول تروج ل 13 محمية من 30 محمية. كل واحد عايش جوه المحمية ده ليه، أو كل ترايب ليها علاقة بالمحمية، كل واحد عنده مزجته، أكله، شربه، عاداته وتقاليده. ده في حد ذاته منتج سياحي ممكن مصر تقدمه. كنت انا عايش في محمية نبك من زمان، يعني مولود تقريبا في محمية نبك. فشفت الزوار بيجوا من القاهرة، قلت انقل الفكرة من سينا للقاهرة. طبيعة البدو اللي عايشين في سينا مع عاداتهم وتقاليدهم، مش كل الناس بتروح سينا وهتزور سينا، فانا ممكن اقرب للناس عشان الناس برضه تشتاق وتروح تزور سينا، محميات سينا. احنا عندنا طبعا اول حاجه الخبيز بتاعنا، عيش الفراشيح، ما بيتعملش غير تقريبا في جنوب سيناء. ثاني حاجه احنا طبعا عاملين المردوم او المندي اللي هو موجود عندنا في سيناء. ده مندي فراخ ومندي لحمه، ما بننزله في النار بيقعد حوالي 3 ساعات ونص. المندي على ابوه هنا في الصحراء، في الارض، في البرميل، ما فيش غاز، ما فيش أي حاجة، كله طبيعي في طبيعي. القربة دي قبل ما يكون في ثلاجات أساساً كانت موجودة. القربة دي بتتعمل من جلد الماعز. احنا بنقدم القهوة، الضيف لو حط الفنجال على الأرض ما شربه يبقى لي طلابة. إذا ما قلت له طلابتك تمت خذ بعضه ومشي. لازم أقول له من واجب الضيافة أن يقول له طلابتك تمت، يعني اللي أنت تطلبه مني ساير يشرب القهوة. كل شغلنا على التراث البدوي، حتى الناس المغنيين هنجيب فرق من الناس اللي هي بتغني عندنا في الأفراح، الأفراح البدوية. لأول مرة هقول لهم عندنا مكان في القاهرة بيتكلم لغة مختلفة. عيش الإكسبيرينس دي، لو عجبتك تعال نروح سينا بقى ونشوف الاكسبيرينس ممكن تبقى اكبر ازاي.